دكتور حسام ابو البخاري المتحدث الرسمي لائتلاف دعم المسلمين الجدد. حضرتك ايه ترى جمعه 30/9؟ انا شايفها اهم جمعه من الجمع. احنا الثوره بتفرغ من مضمونها، الثوره اصبحت ثوره غير ثوريه، الثوره يعني اخذها جهه ما هي اهم احد انظمه النظام السابق، وبالتالي هو ليس على موجه الثوره ولا على اهدافها ولا طموحاتها ولا مشروعها، وبالتالي حدثت كل حاله الكساد السياسي والكساد الاقتصادي والامني وهكذا. اليقين السياسي بيقول لكل العقلاء، اليقين لشبكه يقين. اليقين السياسي بيقول، على فكره اليقين السياسي ده مهم جدا، احنا نصل في مرحله ما قبل 25 انه في يقين سياسي انه هذا الرجل فاسد وهذا النظام يجب ان يسقط. دي حالة اليقين السياسي اللي كانت قوي 25. حالة اليقين السياسي الآن إنه في سوء نية وسوء إدارة من المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد، وبالتالي ليس لنا أي قوة وليس لنا أي فعالية وليس لنا أي تواجد حقيقي له فعالية معينة إلا في الميدان. الميدان التحرير بيمثل القوة الموازية للقوة الممسكة بهذا البلد، وبالتالي استرداد الثورة، احنا فعلا الثورة أخذت مننا ويجب أن تسترد، ونحن متواجدين هنا، وأنا بأعلن أن قوة كثيرة جدا وائتلافات سلفية وإسلامية متواجدة، وأن اللي امتنع من التيار الإسلامي امتنع لأسباب هو يراها يعني كافية بالنسبة له. لكن يجب أن يعلم الجميع أنه التيار السلفي نازل بقوة كثيرة وائتلافات كثيرة ومجموعات كثيرة، منها ائتلاف دعم المسلمين الجدد، منها ائتلاف الإسلام الحر، منها مجموعة السلفية كوستا، منها أحزاب سلفية زي حزب الفضيلة، حزب السلامة والتنمية، حزب الأصالة، يعني حركات وقوة كثيرة نازلة، وده يجب ان احنا مع الشعب، واحنا جزء من هذا الشعب، واحنا يعني لا نرضى ابدا ان احنا نكون في معزل من عن هذا الشعب ومعزل عن مشاكله وطموحاته واماله. شكرا دكتور. شكرا فيك.